ذكريات الطفولة يا أبو سليمان، أبغى أول رمضان صمته هل تتذكره ولا راح في الأرشيف؟ والله أكيد طال عمرك إني بأحدد إنه مثلا طال عمرك، لأن طال عمرك أولا فما كان عندنا طال عمرك يعني تقنين السن إنك ولدت في عام كذا كذا، ولا إنك طال عمرك السنة الفلانية كان عمرك كذا ولا كذا، لأنه حنا طال عمرك اللي لا أنت نفداك استريح الله يحييك، إنه اللي حصل طال عمرك إنه أغلب ما كانت طال عمرك لما تروح يعني تدور وظيفة، فأحيانا تروح عشان تحصل على وظيفة ولا هذا يقولوا لك لسه ارجع يا حبيبي صغير. إيوه وهذه طال عمرك والله أنا تحز في النفس، لأن طال عمرك الأيام اللي حنا كنا فيها يا أبو عبد العزيز الرب فيها شقة، فيها رعي غنم، فيها رعي بهم، فيها حرث يا طويل العمر، كنتوا تهجون من النشر الدمراني، هي هو الهدف يا طويل العمر، ونشوف الناس اللي راحوا طال عمرك سافروا وجاوا، يوم نشوف من عندنا الناس وعليهم الله الله، يجي ما شاء الله لشكله زين ومنظره زين وعليه ثياب زينه يا سلام، وفيها زهرير وفيها كبكات أبو سليمان، وانا ارعى الغنم. وانت تسرح بالغنم كنت تصوم ولا كنت؟ والله شوف يا طويل العمر، وانت صغير ولا كنت تمسك المعزه وترضع منها والله يا طويل العمر، الله الله يذكرها بالخير ذيك الغنم يا اخي، احد غنم زمان ترى عوان حلال يا اخي، والله الحين افكر فيها، ناس من جماعتنا عطنا ايوه المعلومه هذه يعني شقاوه الغنم ترى شقيه طلع عمرك، يقول صمت وانت ترعى الغنم يا ابو سليمان؟ لا الله وانا ارعى البهم بعد يا سلام، لان عندنا مراحل طلع عمرك يمر عليها شويه، احنا مرات اول وظيفه تترشح لها طلع عمرك ويشوفونك هذا قالوا راح البهم هذه اول المهام اول اوسمه اول طلع عمرك درجه، قالوا والله بشركم، قالوا كيف هو ولد فلان؟ قال والله ما شاء الله قد هو يقطب الرعيه يعني يتكلها جيد صحيح والله يا سلام. بعدين شويه طلع عمرك قالوا ايوه تدرج، قالوا لا قد هو يرعى الغنم. ثم طلع عمرك لا والله بشرك صار رجال يشد الجمل ويروح ويجيب ويحطب ويحمل الزرع ويحمل طلع عمرك كذا، ويعني خلاص صار بلا، لكن يبقى طال عمرك سن الطفولة والصغر أشياء طال عمرك تقعد في بال الإنسان ما ينساها. كنا يا طويل العمر وحنا صغار يا طويل العمر وأنا أرعى البهم، طبعا عندنا سوق يا طوال العمر تخبر تقريبا المملكة كلها عندما أسواق يوم الاثنين يوم الثلاثاء يوم كذا، كان عندنا سوق نسميه سوق الاثنين، وهذا رأس الأسبوع يعني يتوافدون لها الناس من كل القرى البعيدة والقريبة بادي والحق ايوه، يشترون طال عمرك اغراضهم، اللي طال عمرك يجلب حب واللي يودي حب يبيعه، واللي يشتري ما عنده حب يشتري، واللي طال عمرك اغراضه طال عمرك القهوة الشاي كذا، الشاي ترى ما جاوا السكر الا قريب يعني، انا صغير ما في سكر شاي. وش كان فطوركم يا ابو سليمان في رمضان؟ والله تمر ولا الفطور. عيش ولا الفطور يا طال عمرك كان طال عمرك مثل هالحين ما هو الساعة 5 قرب يعني تشوف كل البيوت طال عمرك، كان يتخيل هذاك المنظر تشوف الدخان البيوت كلها طال عمرك شغاله ليش؟ لانهم يشتغلون طال عمرك اللي يركبون في قدور، وكان اول ما عرفت انا ترى ما كانت في قدور نحاس، كان في قدور نحاس بس للذبائح ولهم كل الناس، عندنا قدور نسميها طال عمرك عندنا مواعين فخار الحجريه ذي ولا الحجريه يصلحونها من انتاج ناس يصلحونها معينين، مو كل واحد يجيدها لانها تصاغ بطريقه معينه، يركبون يسمونها جحل او مثلا برمه كبيره تراها تشيل الذبيحه والذبيحتين ما شاء الله، والله تشيل الذبيحه والذبيحتين ويشبون عليها طال عمرك وما شاء الله يعني، فكان طال عمرك يعني الذكريات اللي تقول في اول رمضان من اجمل ما يكون يا طويل العمر، إلى جاء في العصر طال عمرك زي هذا الوقت وشفت البيوت كلها وانت حول القرية تشوف الدخان البيوت كلها، تعرف ان الناس يوقدون ويجهزون، سواء اللي يسوي في التنور زي التنور اللي تخبره هنا او اللي يسوون طال عمرك على في قدور يسوون اكل معين. وش الاكل؟